الحكم عبد الله الكوشي. تاني كلاكيت تاني مره. حسين خارجه يا قلبك يا اخي، يا هدوءك يا اخي، يا ثقتك في نفسك يا اخي. نجم الكالتشو القادم الى دوري نجوم قطر، نعم، من بين جدران الانتر العظيم ومن بين ملاعب وجماهير وارضيه ملعب واللعب مع توتي هناك في روما العظيم، يعود من جديد النجم الكبير حسين الخارجه ليسجل اول اهداف الموسم، ليتقدم العربي بكل ثقه، بكل هدوء، بكل تاني. اقدامه تعزف بل تغني بدايه لحن اول اهداف الموسم لصالح النادي العربي. 1-0 عربه السنوات لم يحصل. خلفان وضربة حرة نادي السد يبحث عن التعادل، اتعملت سريعة، التعادل التعادل التعادل، نعم نعم، محمد كسولة بضربة رأس من أقدام خلفان يسجل هدف التعادل، يعود الزعيم، يعود للتعادل ويعيد اللقاء إلى نقطة البداية. سجل السد ويلعب بعشر لاعبين لإصابة وعلاج حسن الأيدوس خارج الملعب. ضربة حرة بالمقاس بالمازورة، فقدم بضربة رأس أحلى كورة ليتقدم السد بهدف التعادل 1-1. لم يكن هناك تسلل، لحظة خروج الكرة بالفعل، واضح إن في خطأ في تمركز لعيبة نادي العربي من حيث استمرار الرقابة من وضع ثابت، بالذات لعبة زي دي، لينجح كسولة في إحراز هدف غاية في الأهمية، هدف التعادل. الأجنحة فاضية أو كده أو كده، اشتغل بالعرض تاني من جديد. ناصر نبيل، هاتوا خد هاتوا خد هاتوا خد، أدي الأجنبي يا ولد، أدي الكرة العرضية، الكرة العرضية، الكرة العرضية، عرضية، راؤول راؤول راؤول، هوب، هدف تاني، هدف تاني، بكل ثقة، بكل هدوء، بكل تأني. الأقدام من جديد تغني، سبحان الله، أنا ما شفتش الماتش قبل كده. أنا بقول لك العب على الأجنبي يا ولد، الأجناب سر من أسرار كرة القدم الحديثة. نعم نعم نعم، على الأجناب، على الأجنحة، من راؤول إلى خلفان، من ناصر نبيل إلى نيانج، ليتقدم السد بكل ثقة 2-1 2-1. لعيبة كلهم خبرات عالية، راؤول بهدوء وبثقة وكأنه بتمشي على الكورنيش، عامل الباص باص قصير صغير. شوف الثقة اللي عند اللاعبين، يا سلام على حسن الأيدوس، يا سلام على حسن الأيدوس. بينما الهداف الكبير مامادو نيانج، هداف مارسيليا العظيم ومهاجم وكابتن وهداف منتخب